يوسف فنك بالبيت. لك اهلا وسهلا فيك يا جزاف، كيفك اول شيء؟ حبيب القلب انا منيح ماشي الحال، مشتاق لك قد الدنيا. والله انت منور الشاشات وين ما بتكون، بيكون في لك هيك اطلاله ايجابيه خاصه للناس، وكلامك الحلو وكلامك الواقعي وصداقة اللي بتربطني فيك كمان، يعني انا شادة مجروحه فيك، فدائما رح احكي حكي حلو عنك. ميرسي على هالمقدمين. بدي اقول شغلي، انا كان مفروض جمعه الماضي يكون اطلع معك بس لظروف خارج هيك عن الإرادة. صحيح. اذا بدك صحيح تأجلت لليوم، وبتعرف قصه كورونا عم بتحول دون الناس تلتقي وتشوف بعضها، فمنيح فيها الاختراع حتى نقدر نتواصل مع الناس. اي والله صحيح، عن جد منيح فيها الاختراع. اول شيء انا مبسوط بوجودك معي. شو يعني كلنا متفقين انه في نجوميه قصيره وفي نجوميه تستمر، انت مع الفكره؟ شو سره؟ انا مع واحد مع في 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 شيء باللي عم تقوله. النجوميه بتنبنى، بتخيل النجوميه الحقيقيه بتنبنى فشخه، ما بتكون هيك فوشه اللحظه او فوشه العمل، لا هي بناء من الاساس. واحد بده يكون بده يتعذب بكثير اشياء، بده يقطع من الصفر. انا من الاشخاص يلي مرقت من الصفر، بلشت حياتي الفنية من الصفر صفر يعني. نعم. إلى أن أخذت فرص حطتني بالضوء، والحياة بتعلمك خبرة زيادة، وتصير تعرف تنقي أكتر، تعرف تقرأ أكتر، تعرف شكلك وين بيزبط أكتر، تعرف أدائك كيف صار، تعرف موهبتك كيف تطورت. كل هول الأمور مع الوقت مع شوية عمر. أنا بقول لهم صرنا بأول نص، هلأ تاني نص وقف بنتيجة الأحداث اللي نحن عم نعيشها، يعني مش وقف، لا نحن بعدنا به. نعم. متأملين، ما اعتزلنا لا الفن ولا اعتزلنا التمثيل ولا شيء، بس وقفت الدنيا بال 2020. فبتحس هيك عملنا مثل واحد عمل اوتو كريتيك وريتروسبكتيف مع حاله، يعني قعد مع حاله وعمل انتقاد ذاتي ونقى حاله. نعم. عرفت كيف بهذه السنه. هلا بتقلي تفضل قلي. بدي اقول لك يوسف انه قديش الصدق بيقنع المشاهد انه يحب الفنان، قد ايه لازم يكون صادق بكل شيء عم بيقدمه؟ ما في شك، اول شيء بدك تكون صادق مع نفسك، وصادق بخيارك مع نفسك. نعم. صادق بخيارك للمهنه اللي بتحس انه انا بقول لهم لكثير ناس اصحابي حتى ايام اصغر بالعمر، بقول لهم اذا حبيتوا الشغله بتنجحوا فيها شو ما كانت. يعني بتلاقي في تلاميذ بيدرسوا اشياء اهلهم بدهم اياها، بيطلبوا منهم يدرسوها، بتلاقي بيمشي حالهم بالحياة بس الباشن تبعهم أو الشغف تبعهم بمحل تاني. بتلاقي بينجحوا بهذه المهنة، كونها مهنة بتكون تقنية، فيها أكيد فيها الأمان تبعها والسيكوريتي وكل شيء إلى آخره والاستمرارية وهيك، بس بتلاقي راسه غير محل. يعني أنا من الأشخاص اللي اختبروا هالشغلة، اشتغلت جرافيك ديزاين. نعم. واشتغلت ببنك ببورصة. نعم. حسيت حالي مثل عصفور بقلب قفص كل الوقت، فبس انطلقت رجعت على الشيء اللي بحبه وحسيت حالي نجحت فيه لان كنت صادق فيه. جوابا على سؤالك، نعم انت الصدق لازم يكون اللي هو الاساس. نعم. لانه خاصه بالتمثيل، التمثيل هو شكلك، هو وجهك، هو عيونك، هو احساسك، هو ريتم الكلام كيف بتقوله، الشخصيه كيف تمثلها. ما بدنا نعقدها كثير. صحيح. بس الى اربابه مش مين ما كان في يمثل. فينا نصدق النجوميه ونخسر، وفينا نعيش بالنجوميه مثل ما لازم ضمن قواعدها ونربح. انت ربحت، كيف تعاملت مع النجومية؟ ليك تعاملت مع النجومية بكتير واقعية الحقيقة، يعني خاصة النجومية والشهرة والعروضات والطلب والصخب يلي بيكون موجود بحياتك. تفكر انه الدنيا كلها بتتمحور حواليك، تفكر انه كل الناس عم فكروا فيك كل لحظة. نعم. هذه بالبدايات واحد بتكون نشوة النجاح ونشوة الانطلاقة، بتكون حتى الدماغ بياخد شوية وقت حتى يستوعبها، حتى يفهمها انه ما بدك كل هالقد. اول شيء الفن مجد باطل مثل ما بيقولوا، كانوا كل اهالينا وكل الناس بيقول لك الفن مجد باطل، له عمر. نعم. الشباب يعني عمر الشباب، الفن بشكل عام هو للشباب لعمر معين، فاذا وصلت له انت ممكن تعيش هيدي النشوة. اكيد انا مرقت بلحظات تألق بمهنتي، ومرقت بلحظات ما كثير كنت متألق فيها. نعم. ومرقت بلحظات غبت فيها، بس انا تعاملت مع النجومية بشوية انطوائية، بشوية هدوء، وبشوية شو بيقولوا انزويت شوي اكثر من اني كنت عايش بصخب الحياة الليلية او السفر الكثير او الى اخره. كل شيء كنت بعمله. نعم. لهدف الشغل، يعني قابض المهنة كنت شوي جد، مع انه هي تسلية كمان، بس انا برايي انه الفن بشكل عام والتمثيل بشكل خاص
هو فيه جزء منه أكيد تجاري، وفيه جزء منه كمان ترفيهي، وفيه جزء منه جد كمان بدك تكون في عندك مصداقية، عم تبني اسمك، عم تبني شخصيتك، عم تطور شخصيتك، ما فينا كل وقت تاخذ الأمور بمزح وبسهر وبتسلية. ليش إطلالاتك الإعلامية قليلة يوسف؟ مقصودة ولا بتقول لازم يكون عندي شيء لأحكي فيه؟ أكيد دايما بقول التواجد الدائم بصير فيه تكرار بالمواضيع، لأنه بتعرف في هلأ يعني آخر 5-10 اللي هن سنين في كتير صار بلاتفورم سوشيال ميديا ومجلات كانت عم تسكر وتفتح وتلفزيونات عم تفتح وتسكر، كلهم بدهم ضيوف، بدهم ساعات هوا، فبينبسطوا أيام يكون في معهم أشخاص معينة، ممكن أنا واحد منهم، بس أيام بتتسارع على الأحداث بين بعضها بتحس حالك عم تكرر حالك. فقلت أنا اتبعت استراتيجية الحقيقة، قلت إنه كل ما يكون عندي شيء مهم، كل ما يكون في عندي شغلة هيك بدي أقولها بطلع، مش ضروري كل يوم الناس تعرف شو أنا عم بعمل، ما كتير بهمها أنا شو عم بعمل أو شو بفكر كل يوم. صار في عنا تويتر هلأ وفيسبوك وإنستغرام تيعرفوا معاناتنا اليومية أو إيجابياتنا أو سلبياتنا اليومية، بس أشغالنا تنحكي بمقابلة ربع ساعة ونص ساعة أو ساعة فيها خلاصة إشياء كتيرة. كنت بعدهم شوي عن بعضهم تيكون كل مرة في هيك بهار وملح جديد فيها. نعم يوسف، قبل ما نحكي عن الدراما بدي أقول أنه اللي بيتابعك عبر السوشيال ميديا بحس قد أنت متابع وقد أنت مثقف، قد ممكن تكون عم تقرأ وعم بتحلل، ما بتترك منصة واحدة إنما بتتابع المنصات كلها وبتعبد بطريقتك. من يومين كتبت شيء كان حلمك، أنه كان حلمنا أنه نفصل الدين عن الدولة. ايه كان حلمنا نفصل الدين عن الدولة، صار حلمنا مشي يعني. ليه بدي اقول لك شغله، نهارنا ببلش الساعه 10 الصبح بتوقع بتحط صوره بتقول بونجور كيفكم صباح الخير، على الساعه 12 بتسمع تعميم من البنوك ما ادري شو عم بصير يعني كوضع اقتصادي، بنتين بنص تسمع الاخبار في 2000 اصابه كورونا، بتتغير نفسيتك، بتوقع ايجابي بتخلص اخر الليل سلبي، بصير قرب على الدور عم تحط صوره غايمه، عشيه بتبلش تسب. هيك عم بصير معنا، في ناس عم بتشوف الشق منه انه في ناس بتضل هيك سلبيه او دائما عم بتكون سوداويه او شيء، ما هو وصفت لك النهار من على الصبح بيكون كل شيء تمام، هلا عشيه هلا متذكر بعد بحكي انا وياك عشيه بتشوف انه يا في تسكير طرقات يا حرق دولي بقيمة الايام ايام مدري كم شهيد، كل يوم حياتنا صارت هيك من سنه لهلا، نحن بهالسنه كبرنا 10 سنين. كبرنا 10 سنين وبغلط يعني، ثقبت كل الامور مع بعضها، ثقبت قبل الثوره قبل 17 20 كان وضع لبنان ما منيح، يعني احنا من شو بدي اقول لك من الأربعين ما بدنا نروح على الأربعين ولا على الثمانينات ولا على التسعين، خلينا قبل بسنه سنتين ثلاثه كان الوضع مبشر انه في مشاكل والنفط وما بعرف شو الدولار بده يغلى، كنا ما نصدق الى ان وقعت هالقصه. وقعت عن حق، بلشت اول 3-4-5 ايام تمام، بعدين اجت كورونا، بعدين انفجار بيروت، يعني انا مش عم بستوعب كميه الكسل يلي صارت عنا او قله الهمه. دي كسرونا لدرجة إنه بطل لك نفس تنزل الطالب بشيء أنت فيك تحصل عليه بإيدك، بس لسبب إنه بتعرف إنه ما رح تقدر تحصل عليه، يعني برمجوك غلط، صرت مبرمج إنه صرت لو بتنزل بكرة على الشارع بيضحكوا هن عليك، هذا شيء مستفز كتير، إنه الثورة هلأ بنزل مليون واحد بنفل على الباب مع الظهر ما بنلاقي حدا، بس الفنان لازم يشارك، أي لازم يعطي رأيه، لازم يعبر، لازم يقول عن الفنان بالنهاية مواطن، أنا عندي عائلة أولاد وعندي لا قصدي بيأثر أكثر، يعني مش ضروري يكون ياخذ طرف سياسي يطلع يتدخل بالسياسه هالقد او يحكي بالاشخاص او بشخصيات معينه او يعني ما يفوت بلعبه ما انه انت بتميل لطرف معين سياسيا حزبيا؟ ما في شك جوزيف، كل واحد بيميل لخط لدايركشن معينه، بس ايام توصل لمحل خلص فقدنا الثقه بالكل، لانه صرنا نلاقي هذا الخط فيه كثير الهدف وبزنس وشغل، وهيدا الطرف كتير هدفه كمان شغل وبزنس، بطل فيه لا طوائف إلا علاقة بالمعنى، يعني بطل الدين هو السبب، صار كله شغل، بتحس كله صارت بزنس اللعبة. فيا بدك تفوت فيها اللعبة كبزنس وتكسر قناعاتك العائلية والاجتماعية والدينية والطائفية والأخرية اللي هي لحالك مفروض تكون ما تشركها المجتمع، يا بدك تفوت فيها وتتيس فيها حتى تاخد محل، ولا بتقعد على الهامش كل الوقت. طب فضروري الفنان يكون عنده راي وطني شامل، اكيد هو مواطن عايش ببلد، بس نحن بلدنا صعب. انت مع الثوره؟ مع الثوره؟ لك هذا السؤال انا بعد ولا مره جاوبت عليه، بس جاوبت عليه قبل شويه معك، قلت لك انا اول 3-4 ايام قلت حلم متحقق، يعني
يعني اليوم 17 تشرين عيد الثوره سنه، انا برايي لازم 23 تشرين يكون عيد الثوره الخمس ايام، لانه هي ضاينه خمس ايام بتخيل الثوره اللي كنا بنحلم تستمر بنفس الوتيره وبنفس شو بيقولوا التعدديه بنفس هيدا الاهداف، الاهداف بعدها زيتها عند الكل، عند الطوائف الاهداف زيتها، عند ال 18 طائفه عندهم نفس الهدف، المناطقيه العائليه كلنا عندنا نفس الهدف المعيشي، نعيش بكرامه، نعيش باحترام، يكون في دوله الى اخره، ما في شك هذا الخط العريض، بس فاتت ايد واجر وفاتت العصب الدوليب وفات الطابور الخامس وفات ما بعرف مين وتسيست، كل شيء بلبنان تسيس. شو قصدك؟ بيروت يعني انفجار 4 اب. نعم. انه اوكي رح يتسيس، نحن عارفين رح يتدول ورح يتسيس ورح يجوا 500 جهاز مخابرات يجوا يحققوا فيه، بس مش لدرجة الإهمال بإعطاء أي معطيات بتريح الناس، ولو ما بصير. هل هذا الشيء؟ خمس أيام صاروا 500 رح يصيروا 50 صاروا 50 يوم من فترة رح يصيروا 80، يقولوا شو سمعوا اسم وهمي يريحوا هالناس. طيب مش معقول يكون في 70,000 واحد حكيين لبنان، نعم، ولا واحد بيحكي عن الثاني، شو هالمنظمة اللي ماضية على السرية انه بنعمل الشغل وكلنا دفنينه سوا. يوسف انت حكيت انه نحن بنحب الغريب اكثر من القريب، نحن معودين نحب الغريب ببوست من بوستاتك شيء من النوع. طول عمره لبنان هيك، شو كان قصدك بوقتها يعني من هي من اسبوعين تقريبا؟ نسيت شو كان، انه شيء وقت التدخل المبادرة الفرنسية شيء، انه دائما بنلتجي لمبادرات نحن بنكون فينا نعملها، بس على طول بدك وصي، على طول بدك حدا يجي يقول لك اعمل هيك. بتلاقي ما حدا بيمون على حدا هون، هلا وقف البلد على شخصين، قبل دائر رئيس الجمهوريه على الاجتماع نصهم ما راحوا، بغض النظر انا ما عم بعمل ولا اي اشاره انا مع مين او ضد مين، انا عم بحكي بالشكل. انه في بتحس ناس مش متفقه مع بعض، صار هالرجال اللي عندنا سياسيين مثل النسوان، مع احترامي للنسوان، من لا مثل حكي النسوان صاروا بيطلعوا برد فاضيين بس يردوا على بعضهم على هذا، قال لي وقلت له، قلت له انه ما قال لك، صاروا عم بحلل الدستور وبيفكروا كيف هذه، وهذا البند ما بيسوى وناس عم بتموت. قلت له نحن ضيعنا يعني نحن مش عم نطبق الدستور، نحن بعضنا ضايعين عم نضيع وقت بتفسيره، بعضنا عم بفسروا لنا كل يوم تحضر توك شو عم بفسروا بناء للبند 50 من الدستور، ما بدي اعرف، ما بيهمني انا اعرف قد ولا كنت عملت معام، بضيعوا لك وقتك بتفسيرات الدستور واجتهادات وبفوت المصارف، الوقت عم بضيع وهالناس عم بتضيع المصارف، يرسي لبنان مصارف اكلت لك حقك، اكلت لك مصريتك انت وعائلتك، كيف المصارف اكلت لك حقك انت كمان من المواطنين اللي تاكل حقهم. نعم اكيد، جن 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 عمرنا نحن حاطينه لبنان، انا ما بحياتك تفكر هاجر ولا بحياتك تفكر حتى استثمر غير محل، كف كان كتير قوي الحقيقه وبعده قوي، ما عم نعرف شو عم نطبش فيه هلا، زمطنا بكم شغله بس. نعم. بس لا الوضع كتير سيء، كتير ما في شيء ظابط، انا بقول لهم قولوا لي شيء شغله واحده ظابطه بس بسكت، ما ليش بيقولوا لي هالقد انت بتنفعل، طب ما في شيء ظابط. نعم. بقول لهم طقس حلو، ما الطقس ما حلو ملوث، ينزل على البحر فش خلك منه ملوث يوسف، قول ما ادري شو سمك فش خلك ما سمك ملوثه. نعم. خلينا ما ادري شو ما مسكره يعني، عرفت كيف؟ ما في شيء. نعم. عندك السيستم عندك كله مش ظابط. الله يفرجها. بدي انتقل شوي للعائله، الله يخلي لك بنوتك الاميره. ان شاء الله بدك هين يكون سلبي، خليني هو بقولهم بعد لا انت شو ما قلت مش سلبي، انا بعرف انه انت ليك انا بفهم جوزيف، الناس عم تفكر ايام عني وقلتها هدي قبل شوي انه كثير عم بيكون سلبي وكثير عم بيكون انه عم يتواصل بشكل فني، مع يا اخي ما لي عين بعد انفجار بيروت بيومين اقول لك عندي مسلسل، لو كان عندي مسلسل. نعم. مش وقتها هلا اقول لك اياها، بتلاقي بعض الفنانين بحطوا انه عندهم كليب لغنيه ما بعرف شو، عنده مسلسل يا اخي طولوا بالكم لقوا الوقت المناسب، الناس مجروحه، الناس متضايقه، ما بدها تعرف شيء ولا بدها كمان كل وقت صوره دم بوجهها. كمان عرفوا الاعلام المتركاج الاعلامي يأسنا زياده كمان، بس يوسف العالم العالم بدها النفس، يعني بدها تسمع انه انت عندك مسلسل، بدها تسمع انه فنان عنده اغنيه، بدها لانه يعني شو ما صار زهقنا. انا ما بخبي، انا بنقي الوقت المناسب، مثلا بلين بتعرف شو صار، كيف صرنا بنشتغل؟ صرنا نوع على الصبح نفتح تويتر بنشوف الهول الترندنج، بنشوف شو اللي هلا، نفتح الاخبار قبل ما نكتب حيلا شيء. نعم. قبل ما تعلم اي خبر ان كان فني او صوره او فلسفه او كوت لحدا او قصيده او شو ما بدك مسحه، بتفوت بتشوف وضع البلد شو صاير من الساعه 8 الصبح مثلا لل 11. نعم. اذا لقيت مثلا ترندنج جوزيف حويك بتفوت. نعم. عليه انه والله جوزيف حويك عنده مسلسل، بتكتب كلمه بونجور مبروك جوزيف. نعم. اذا كان ترندنج ثوره ما بعرف شو تسكيبتور اوت، ما فيك تيجي تقول بونجور عنده مسلسل، بتطلع سخيف وعبيط، بتطلع مش متابع انت شو عم يصير بالبلد. نعم معك. طيب. كل يوم في كف عسيرة المسلسلات، فنان مثلك موهوب
عنده كل مقومات النجاح وكل مقومات الفنان والممثل المطلوبة شكلا ومضمونا ونجومية، كله هذا موجود. مسموح تغيب عن الساحة ولا في أسباب معينة مخبية وراء كتاب وراء منتجين وراء محطات وراء مين؟ يا الله، صرت كثير حاجه بهذا الموضوع، صرت عم شك بحالي اخر فتره. نعم. صرت شك بحالي، صرت اقول انه هذا هو السبب، بركي منه هذا هو السبب. هذا محبه فيك لانه ممنوع تغيب، لانه انت مش مفروض الشخص اللي يغيب. نعم. جوزيف، في حقيقه انا صرت احكي فيها كذا مره، هل حقيقه ممنوع انا صدق انها كذبه؟ هي حقيقه، ما فيني اقول لك الدنيا بخير وعلاقتي بالكل جيده وما في اي مشكله، ونعرض علي نصوص ومقابلات ما لنا. نعم. في اوروز هالقد نحن بنتعذب، نتعذب. بدك تكون مستثمر علاقاتك مزبوط مع الاشخاص المزبوطين. نعم. بمزاجهم لانه هن المنجي. طب ما في كل الوقت تكون بمزاج حدا وهو بمزاج محطه ومحطه بمزاج معلن. مين بنقي المحطه ولا المنتج اللي بنقي؟ جوزيف، في مره هيك مره هيك، في ايام محطه بتكون بدها شخص بيجيبوا التوليفه تبعه، بيجيبوا. نعم. منتج كويس، بيجيبوا له كتاب يكتبوا له، بيجيبوا بيتبنوه لاسباب معينه، فيها صداقات، فيها ارقام تجاريه، هيدا في عرض بيكون مناسب، في احتكارات على سنتين ثلاثه. هلا في كذا بلاتفورم كمان فاتحين، تغيرت الديلز عن قبل. قبل كنت تقعد بالبيت، عم بحكي من 10 سنين، تقعد بالبيت بين تليفونك بيجي بيعطوا لك سكريبت. نعم. تقري يا ما بتحبه يا بتحبه. هلا لا، صار بدك شوي انفستمنت اكثر. نعم. هذا الانفستمنت اكثر ثقبت انا بوضع، يمكن ما راح اقول لك انا الغلط ولن اعترف. نعم. ولن اقول انه انا المشكله مني ابدا، انا المشكله حقويه، انا يعني كل مشكلتي مع الاخرين لنا شخصيه ولا حتى ما بتوصل لفنيه، هي بتوصل لامور حقيقيه بتتعلق بالعمل بشكل عام. نعم. ما في عندي حدا هيك مسني بالشخصيه الا اثنين، وهن كلهم كانوا اثنين هون عم بحكي عنهم. نعم. ففي ما فيني الا مع مين ليك اللي بمسك اللي بمسك بتاريخك وبمسك بكرامتك وبيجرب يستهبلك. نعم. راجع استعمل نفس الكلمة. نعم. بيكون بلا أخلاق. نعم. طيب بدي جوابات سريعة لأنه عم بيخلص وقتي لأروح للأخبار. كيفك أنت ونيكول؟ بحكي كثير بحكي كثير. مبسوطين بالجائزة؟ أكيد. بعدكم مغرومين؟ يعني أنتم معروفين أنه كان عندكم قصة حب كبيرة وبعدها إن شاء الله بتستمر. بعدكم مبسوطين؟ احنا جوابنا صرنا 8 سنين ما قلت لك قبل شوي، هي سنة 2020 قد 10 سنين، صرنا يعني 8 سنين نحن فعليا كمان بالجائزة. كمان بجائزة. الله يخليك. ليك الزواج بيقرب بالواحد من الثاني كثير بهمومه. نعم. اليومية يعني صرنا كثير مع بعض. نعم. عرفت كيف؟ صرنا عن جد مجوزين هذه السنة، قبل كنا هيك تحس الكوبل منحجرين مع بعض. منحجرين مع بعض. نعم. يوسف، شو بتقول لورد الخال مع الكلمات الحلوة اللي كتبتها عنا من كم يوم على تويتر وعلى انستغرام؟ شيء كتير حلو هيك، انا كتير استوقفني وطبعا علقت على الموضوع بهند خانم الملكة. ورد بهالدور اللي مقديته. نعم. ليك انا ورد ما بسير بس احكي عنها. نعم. في ناس بدها هيك بتاخذها لانه اخته وكذا، ولا انا كنت كثير واضح باللي كتبته، قلت في غيره رايي فيهم هيك بالكره الارضيه يعني. نعم. بس مش كثار وفعلا هيك. لا، ورد من المسلات اللي بيشتغلوا على بالمهنه للمهنه، يعني تشتغل كمسله مش بس كانه تطلع على الشاشه، مش بس كانه تلمس كتاب وتطلع. انا بعرف الابعاد اللي هي بتشتغل عليها على كل نص، انا تعلمت منها يعني. انا بتذكر بدايه هيدا كنت شوفها، هي كانت سبقتني بكم سنه، كنت شوف كيف تحضر الامور، كيف بتخلي الامور الشخصيه تتخمر براسها، بتعطي الامور وقتها، بتوعى قبل بوقت، بتحضر مزبوط. ما لنا لعبه، تمثيل صعب، انت بتمثل يا جوزيف، بتعرف قديش تمثيل ناس بيشوفوا المشهد دقيقه على الهواء، هو بيكون اخذ سبع ساعات جمله بجمله، لانه في اشياء تقنيه يعني، في جهد جسدي كمان بهذا الموضوع. نعم. وفني ومعنوي وبده يكون واحد اللي جهدته موهوب يعني. فهمت شو قصدي؟ نحن ناطرينك قريبا بعمل. انا بدي اقول هيك حادثه صارت اول مره التقيت فيك يوسف يعني، وكان المشاهد حاسم كثير وفيها بكي ونحيب وكذا. طب انه طولوا بالكم علي، يوسف بيطلع على البريك بيفصل بصير انسان عايش حياته، انا بضلني عايش. بالفعل انا شفت فيك الشخص المحترم والمحترف واللي بيساعد اللي بوجهه بطريقه ما
يضر حدا بوجهه. أنا شفت كتعاملك مع كل فريق العمل قدي أنت إنسان راقي وابن عائلة، وهيدا طبعا تحية للوالد، تحية للست مها الله يعطيها العمر والصحة دايما الفنانة، ولوارد هالعائلة الحلوة. مرسي. وانت كمان من فت بهذا المجال وبتعرف صعوبته، وبتعرف قدي انت كمان عم تكون جدي وعم تكون متألق بمعظم الأحيان. واجبي أنا أكون على مسافة قريبة من الكل، قريبة وبعيدة بنفس الوقت، قريبة بحب ريح الآخرين أكثر. قلت مرة، قلت أنا كتير أناني بهذه الشغلة، بس أناني عن محبة مش عن نية سيئة. يعني بحب من طبع الشاب اللي بيعملنا قهوة، اللي بيهتم فينا، بحب كله، بحب الفرح يكون موجود على صحيح. كما وأنه الممثل اللي قدامي ما بعرف شو بيكون رأيه فيي، خايفان من دوره، خايفان من التمثيل، من الكاميرا. جرب أنا أكون طرف رابع هون، ما أكون طرف الأساسي بإني أكون عم بلبكه أو عم بزعجه. فبساهم بإني أقربه لإلي حتى يعتل هم غير إشياء، ما يعتل هم. أنت خي أنت وحش خي، وحش بالتمثيل. مرسي أنت بتقول هيك. لا أنا شغل، أنا التمثيل مهنة بحبها، هذه موهبة، مهنة بحبها، عشت من وراها، تمسكت فيها وبعدني بقاتل عليها، وبعدنا يعني بالنص الأول، بالنص الأول نص الثاني. ما تتبخلن علينا، ناطرينك قريبا. أنا ببوسك وبقول لك بوسلي بنوتك وسلم لي كثير، وبوس كمان نيكول، وإن شاء الله بنشوفكم قريبا لايف بعد ما تخلص هالمشكلة الكورونا اللي وقعتنا بالحجر كلنا سوا. حبيب القلب، ثانك يو لك نجم سيف. على حالكم، ميرسي لك، شكرا. نعم.